بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندس باسم هشام معاكم، وان شاء الله النهارده هنتكلم على الريليشن، وهنعرف ان في نوعين من الريليشن بقدر استخدمهم في السوفت وير، وهو الاوتوماتيك ريليشن والجيومتريك ريليشن. الاوتوماتيك ريليشن هي علاقات بتظهر دايما وانا برسم من غير ما اضطر ان انا احطها مانيولي، والكلام ده ممكن تكونوا انتوا خدتوا بالكم منه. لو انا بختار اللاين، انا مثلا دوست اول كليك كده، اول ما ببعد بتبدا طول اللاين بيتحدد معايا، بس لو انا جيت قربت اللاين ان هو يبقى هوريزونتال بيبدا يظهر عندي بوكس كده اصفر فيه علامه خط كده. الخط دي او البوكس الاصفر ده معناه ان دي كده ريليشن هوريزونتال ريليشن هتبقى متحددة لللاين. ولو انت دوست اوكي في الحالة دي وقفلت اللاين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وعملنا دبل كليك كده عشان نقفل اللاين او نعمل اند للتشين، بيبدأ يظهر البوكس الاصفر اللي احنا شفناه او المربع الاصفر بيتحول لمربع اخضر. نفس الفكرة برضو لو انا جيت دوست على اللاين والى حد ما قربته من الفيرتيكال، فبيبدأ يظهر عندي مربع اصفر في خط كده فيرتيكال، عشان يقولك ان في اوتوماتيك ريليشن ضاف لو انت دوست كليك في الحالة دي، وفي الحالة دي بيتحول المربع للأخضر. وده هيفيدك في ايه يا باشمهندس؟ هيفيدك ان الخط ده دلوقتي بقى كونسترين بالريليشن اللي موجودة. يعني ايه؟ مهما انت حاولت تحرك اللاين فوق او تحت، هيفضل محافظ دايما على الريليشن الجيومتريك ريليشن اللي هو واخدها، سواء كان هوريزونتال او فيرتيكال. نفس الفكرة برضو نقدر نعملها لو انا عندي سيركل، لو انا عندي سيركل بالشكل ده وعايز اضيف عليها اوتوماتيك ريليشن، مثلا وليكن اضيف لاين يكون تانجنت للسيركل، بعد ما برسم الدايره على طول بروح دايس كليك يمين واروح داخل على سكتش انتيتي ومختار لاين، وهاجي عند السيركل والاحظ كده ان السيركل معمول لها سيلكت، يعني لونها معمول ازرق لان انا ما طلعتش بره التول، انا وانا بنفذ الدايره رحت رايح دايس كليك يمين واخترت اللاين. لما تيجي ندوس على المحيط هيبدا يتكون عندك لاين. وعايزك تلاحظ معايا ان اي اتجاه هتمشي فيه باللاين بتاعك هيفضل محافظ ان اللاين اللي انت هترسمه ده يبقى واخد تانجنت ريليشن مع الدايرة. ولو بعدت كده ودوست دبل كليك عشان انهي اللاين، هيفضل اللاين ده محافظ على الريليشن بتاعته او الاوتوماتيك ريليشن اللي احنا عملناها اللي هي التانجنت. والتانجنت هنلاحظ ان ليها علامة مختلفة شوية عن دول. التانجنت علامة دايرة كده وعليها لاين، وانما العلامة التانية هي الكوينسيدنت، والكوينسيدنت دي معناها ان النقطة دي بتمس الحافة بتاعت الدايرة. ده كده الاوتوماتيك ريليشن المشهورة، وهنتعرف على الباقي واحنا ماشيين. الطريقة التانية اللي انا بقدر اضيف فيها ريليشن واوتوماتيك برضو نفس الفكرة، ان انا اعمل لاين واعمل اند لللاين، وعايز اعمل لاين تاني يكون موازي للخط ده. اول حاجة لازم نعمل سيلكت الاول على اللاين عشان افهم السوفت وير ان انا حاليا عايز اعمل لاين يكون لريليشن مع اللاين اللي انا رسمته في الاول. ولما باجي اختار اللاين هلاحظ كده اول ما اقرب من اللاين ده بيبدا يعمل لك انفرنس لاين زي اللي احنا خدناهم قبل كده، بيقول لك والله ان انت حاليا ماشي بربنديكولار على اللاين الاولاني. ولو انا رسمت وجيت على الانفرنس لاين ورحت دايس اوكي، خلاص بقى اللاين ده واخد ريليشن تانية وشكل مختلف تاني ومربع اخضر تاني، وهو خطين متوازيين مع بعض. ونلاحظ مع بعض لو انا جيت احرك في اي اتجاه اللاين الاولاني او التاني هيبدأ يحافظوا على الجيومتريك ريليشن اللي واخدينه. هنعمل سيلكت اول كده ونعمل ديليت، هنتعرف مع بعض ايه بعض الجيومتريك ريليشن اللي اقدر اضيفها تاني. نفس الفكرة برضو لو انا عندي لاين واللاين ده واخد انجل بالشكل ده كده، ولا هو هوريزونتال ولا هو فيرتيكال، وعايز بعد كده اضيف لي 3 بوينت ارك بالشكل ده،
فبدل الاوتوماتيك ريليشن انا اقدر اضيف الكلام ده مانيوالي عن طريق ان انا بعمل سيلكت ادوس كنترول في الكيبورد واحدد التو اليمنتس ان انا عايز اعمل لهم ريليشن مع بعض. فبيبدا زي ما تعودنا اي حاجه انا بحددها او اي تول بحددها بيبدا ينقلك على البروبرتيز الخاصه بيها او البروبرتي مانجر، ونلاقي تحت ان هو بيقول لك والله انت سيلكتد انتيتيز بتاعتك انت معلم على ارك ولاين. طيب انت عايز تعمل ايه؟ عايز تضيف ريليشن معينه، فبيبدا يحط لك الريليشن الاكسبتبل بالاكسبتبل او اللي ليها معنى موجود عندك، وفعلا مش هتلاقي غير الريليشن دي اللي انت تقدر تضيفها. نضيف الريليشن تكون تانجنت وندوس اوكي. ودي الطريقه المانيوال. نفس الفكره برضو لو انا عندي لاين مرسوم على زاويه كده تقدر تدوس على اللاين ده ونيجي برضو على البروبرتيز الخاصه بيه ونقول له انا عايز اللاين ده ياخد ريليشن ويكون فيرتيكال وندوس اوكي. دي الطريقه اللي بنقدر نضيف فيها الجيومتريك ريليشن مانيوالي. الحاجة التانية بقى لو انا عايز اعمل ديليت للريليشن دي، كل اللي حضرتك هتيجي تعمله اول حاجة تدوس على البوكس ده وتدوس كليك كده ونقول له ديليت في الكيبورد، فبيبدأ يمسح لك الريليشن، وبدل ما كان الخط ده على طول فيرتيكال خلاص الخط ده بقى as sketched زي ما انت تحركه في اي اتجاه وفي اي زاوية وباي طول. نفس الفكرة برضو بدل ما هم واخدين ريليشن هدوس على الريليشن ودوس ديليت في الكيبورد، فخلاص ما بيبقوش ريليشن ببعض خالص، ما بيبقاش في ريليشن ما بينهم وما بين بعض خالص. دي الطريقة البسيطة اللي انا بقدر امسح بيها الريليشن اللي موجودة او الجيومتريك ريليشن. الحاجة التانية اللي انا اقدر امسح بيها الريليشن هي ان انت تروح جاي بعد ما تعمل الريليشن كده تمسح السكتش انتيتي كلها. لو احنا مسحنا السكتش انتيتي كلها بتتمسح هي وبالريليشن بتاعتها. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالريليشن. اشوفكم المرة الجاية على خير. سلام عليكم.